أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ملف الحديدة وأبعاد مقررات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة فيما يخص إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في المدينة. أقرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقرها بالمدينة، ووفق بيان للجنة فإن المفاوضات التي جرت بين ممثليها على متن سفينة أممية أقرت نشر فرق مراقبة في 4 مواقع الخطوط الأمامية للحديدة كخطوة أولى. تأتي هذه التطورات في ظل مطالبات أهالي الحديدة لميليشيا الحوثي بإخراج مخازن السلاح من الأحياء السكنية عقب انفجار وقع في مستودعات التخزين التابعة لميليشيا شمالية المدينة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن الأمم المتحدة من تحقيق إنجاز حقيقي في ملف وقف إطلاق النار في الحديدة والمضي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ وما هو مستقبل المسار السياسي في ظل التعقيدات التي تلف المشهد؟ قرابة عام كامل مر على اتفاق السويد الذي وقعته الحكومة مع ميليشيا الحوثي برعاية أممية عقب محادثات دامت لأسابيع وسط رجاء بإنجاز الاتفاق وخوف من فشل المحادثات. ما خرجت به وثيقة السويد ظل حتى الآن عالقا في تلك الأوراق الموقعة والصور التي التقطها ممثلو الطرفين في ستوكهولم، والوعود التي قيلت هناك يبدو أنها سارت وفق قاعدة ما يحدث في السويد يبقى في السويد. ملف الحديدة كان أبرز تناولات هذا الاتفاق، فقد قررت الاتفاقية نشر فريق تابع للأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار. اجتماعات كثيرة عقدت بعد ذلك في البر والبحر، إلا أن تلك اللجنة رفعت مرارا تقارير عن صعوبة عملها وعدم التزام الأطراف وسط اتهامات متبادلة بعرقلة الاتفاق. وكان لوليسغارد قد قال للحوثيين في وقت سابق إنكم لم تنسحبوا شبرا واحدا من مينائي الصليف ورأس عيسى بحسب متحدث عسكري، وكانت السلطة المحلية التي ستعقب الميناء لإدارته ماليا وعمليا محل خلاف كبير بين الطرفين. وفي اجتماع عقد على امتداد اليومين الماضيين، وكان هذا هو الاجتماع المشترك السادس بين الأطراف على متن سفينة في البحر الأحمر، قررت اللجنة الأممية نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى لتثبيت وقف إطلاق النار والحد من معاناة المدنيين. وبحسب اللجنة فقد تم تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في اجتماع كان قد تم عقده في يوليو الماضي. ورغم أن هذه الاتفاقيات تمت في البحر الأحمر قبالة المياه المفتوحة للحديدة، إلا أن نتائجها كانت مغلقة على أراضي المدينة. ففي الوقت الذي كانت تتم فيه هذه الحوارات كان الطرفان يعدان أسلحتهما لمواجهات جديدة وقتل هذا الاتفاق المولود في يومه الأول. فالمواجهات تجددت بين الطرفين شرق المدينة إثر هجوم الحوثيين على مواقع الجيش الوطني، وأدى ذلك إلى إصابات في صفوف المدنيين. لكن قدر المدنيين لم يتوقف عند حدود هذه الإصابات، فشمال المدينة كان أيضا مسرحا لأحداث جديدة. انفجارات في مستودعات تخزين تابعة للحوثيين، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 7 من أفراد الميليشيا وإصابة مدنيين وتدمير العديد من المنازل. هذا الحادث دفع سكان الحي الواقع شمال المدينة إلى مناشدة المنظمات الدولية بالتدخل لوقف استمرار قيام ميليشيا الحوثي بتخزين الأسلحة وسط الأحياء. أمام هذا المشهد المعقد والانتهاكات المتعددة، هل تتمكن الأمم المتحدة من إحداث خرق ولو في حده الأدنى لتنفيذ بنود اتفاق حاول مرارا الخروج إلى النور؟ أبدأ النقاش مع الزميل الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. نعم، مساء النور أستاذي. بداية تعليقك على مخرجات وقرارات الاجتماع السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. نعم أخي الكريم، يبدو أن الأمر ما يرام في البحر الأحمر على مدى لجنة أممية، لكن عكسه تماما يبدو في البر، حيث اليوم بعد مرور تقريبا 24 ساعة البيان الذي أعلنته
اللجنة المشتركة بأن عملية تطبيق وقف إطلاق النار على الأقل طبعا في محاور جبهات مدينة الحديدة سيبدأ. وصحيح أن البيان لم يشر إلى حتى التوقيت الزمني، ولم يشر أيضا إلى الآليات التفصيلية كيفية سيتم نزول هذه اللجان الميدانية، لكن ما حدث اليوم بأن هناك اشتباكات عنيفة دارت في جبهة الجبلية، حيث حاولت ميليشيات الحوثي التقدم صوب موقع مواقع القوات المشتركة التي أعلنت وبحسب مصادر عسكرية قبل قليل بأنها تمكنت ظهر اليوم من كسر هجمات للميليشيات في هذه المنطقة الاستراتيجية التي إن تمكنت ميليشيات الحوثي من السيطرة عليها ستقطع خطوط الإمداد على القوات المشتركة على ساحل البحر الأحمر باتجاه مدينة الحديدة. وبالتالي في اعتقادي بأن الوضع يعني يبدو يعني واضحا وصحيحا وجليا في على الورق، لكن على الميدان يبدو عكس ذلك رغم الهدوء الحذر طبعا الذي يسود جبهات مدينة الحديدة، حيث من المقرر أن تبدأ هذه اللجان الميدانية والمعززة بمراقبين دوليين وأيضا بمراقبين من الطرفين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي للنزول الميداني. لكن حتى هذه اللحظة عندما تحدثت مع عدد من أعضاء اللجنة المشتركة لم رفض الكثير منهم الحديث متى ستنزل هذه اللجان ومتى ستبكر عملها، وهل فعلا بدأت كما تسرب البارحة بأن اللجان بدأت، لكن هناك هدوء حذر صراحة منذ تقريبا 15 ساعة في معظم جبهات مدينة الحديدة، والذي يفترض أن تنزل هذه الفرق الميدانية إلى أحياء الربصة وإلى خطوط التماس عموما جنوب وشمال شرق مدينة الحديدة. طيب، هو حدد أنه نشر فرق مراقبة في 4 مواقع كخطوة أولى، أهمية تثبيت الوضع في هذه النقاط 4 كيف سينعكس على ربما لتنفيذ المراحل الأولى من تنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يخص الحديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي لك والمشاهدين. شكرا لك. حقيقة يعني الأمر جاء متأخرا، نحن الآن في الشهر التاسع من التوقيع على اتفاقية ستوكهولم والاجتماع السادس للجنة لتثبيت وقت إطلاق النار. أعتقد أنه ليس هنالك نية لدى الحوثيين لتنفيذ ما اتفق عليه، وأنهم بدأوا يعني لتنفيذ بعض الاتفاقيات، بعض بنود الاتفاقية بشكل القطارة بالقطارة يعني. فأنا أؤمل مثل آخرين أن يجري السلام سريعا، وأن يعني نحصل تثبيت لوقف إطلاق النار، والحوثيون ايضا مستفيدون من ذلك، يعني في حال لانهم لا يريدون ان يفتحوا جبهه جديده، ولكن عليهم ايضا ان هم في ذات الوقت يوجهون
يعني قواتهم لمشاغلة هذه القوات المشتركة أو القوات الحكومية المرابطة في الساحل الغربي أو في الحديدة، وبطريقة أو بأخرى خلق حالة من الفزع لدى هذه القوات. طيب عود للأستاذ عبد الحفيظ، مقاربة الأمم المتحدة ورؤيتها في الحديدة، هل يمكن القول أنها تمثل حل حقيقي أم كما يرى البعض دوران في نفس الحلقة المفرغة؟ في الواضح أن هناك رغبة فيما يبدو بوقف القتال في مدينة الحديدة. عادة عندما تطلب الأمم المتحدة وقف القتال في منطقة معينة يكون الحوثيين هم المستفيدين بفتح جبهات أخرى ويعني رفع جاهزيتهم القتالية في مناطق أخرى، خاصة عندما يكون عليهم ضغوط في بعض المناطق. وبالتالي في اعتقادي بأن هذه الحرب نأخذها في هذه الهدنة وهذه المبادرة الأممية طبعا ليست جديدة، هي منذ 18 انطلقت منذ 18 من ديسمبر نهاية العام المنصرم، وحتى اللحظة وباعتراف المبعوث الأممي بأنه فشل في تطبيق ملف الحديدة في آخر طبعا إحاطة لمجلس الأمن، لنفاجأ طبعا وبطريقة سريعة انعقاد الجلسة السادسة للجنة المشتركة وهذا المشهد الدراماتيكي الذي يحدث في محافظة الحديدة، اللقاء الذي تم في سبج البحر عبر سفينة أممية أو على مركب سفينة أممية، ومباشرة تشكيل اللجان الميدانية والتفاؤل الذي أبدته اللجنة المشتركة والتصريحات المتبادلة بين الجهتين، يعني أن هناك ربما يكون هناك على الأقل في وسط أو في محور مدينة الحديدة قد يتوقف القتال، وطبعا ستستفيد الميليشيات بالمزيد من التحشيد بالمزيد من رفض جبهاتها بالمسلحين، وربما أيضا بالاستفادة من المسلحين للميليشيات الممتدين على مسافات كبيرة وجبهات متعددة في محافظة الحديدة ونقلهم إلى جبهات أخرى، كما هو التكتيك أو المراوغة الميليشيات الحوثية المعروفة والتي ربما أيضا رأت أنها تستفيد من الوضع الراهن الذي يحدث في المحافظات الجنوبية، وحاولت خلال الأسابيع القليلة الماضية يعني شن هجمات متعددة على جبهات المدينة وعلى جبهات حيث والتحيتة والدرعيمي والجبلية والفازة ومختلف مناطق الخطوط التماس القتالية، مستفيدة من انسحاب بعض الوحدات في اتجاه المحافظات الجنوبية. وبالتالي يبدو أن العقيدة القتالية لقوات الجيش تمكنت من كسر كل هذه الهجمات، وبالتالي فالأمم المتحدة عادة إذا ما أصرت في أي منطقة وفي أي محور من محاور المشكلة اليمنية أن تثبتها يكون ذلك للأسف الشديد لصالح الميليشيات، لكن نتمنى نحن كإعلاميين وحقوقيين وحتى المدنيين في محافظة الحديدة أن يتم وقف إطلاق النار حيث يتم قتل بشكل يومي وإصابات بشكل يومي نتيجة القصف المدفعي والصاروخي، نتيجة الألغام التي تقتل الأطفال والنساء والرعاة والصيادين في مختلف مناطق محافظة الحديدة. محافظة الحديدة أخي الكريم محافظة للأسف الشديد منكوبة، وعلى أساسها تشكلت رؤية ملف الحديدة في ستوكهولم على أساس أنها قضية إنسانية وكارثة إنسانية، لكن منذ 18 من ديسمبر الماضي وحتى اليوم تشكلت العديد من المجازر والكوارث داخل محافظة الحديدة، ولا تزال تنزف دما من قلوب وأجساد وأشلاء الأطفال والنساء والرجال. أشكرك جزيلا زميل الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، شكرا لك. وينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ما الذي يمكن أن تقدمه دكتور محمد؟ طبعا هي أقرت آلية معينة لنشر المراقبين الدوليين ولمراقبة وقف إطلاق النار، يعني هذا التقدم الذي ضجت به وسائل الإعلام سواء على مستوى الأمم المتحدة والإنجاز الذي تحدثت عنه أو حتى على مستوى وسائل الإعلام في اليمن، يعني هو هذا الذي حصل اليوم كان يفترض أن يكون منذ الأسبوع الأول حسب اتفاق ستوكهولم، يعني تتم الانسحابات متوافقة مع وقف إطلاق النار، وبنهاية الأسابيع الثلاثة الأولى بنهاية 21 يوم يكون الاتفاق قد أنجز. يعني تصور أن خطوة يعني بسيطة كهذه أنجزت بعد أكثر من يعني قرابة 9 أشهر من أو أكثر من الاتفاق يحتفى بها بهذا الشكل، هذا يجعلنا أو يبعث على الـ على الـ على الـ على التشاؤم من جهة ثانية، يبعث على النوع من التفكير بأن الأمم المتحدة وصلت إلى مرحلة من العجز
يجعلها تحت مثل هذه الخطوة التي كان يفترض أن تتم قبل 9 أشهر، وهي خطوة أصلا يعني لا معنى لها، لأنها في الوقت الذي وقعت وفي الوقت الذي أذيعت كانت المدفعية للحوثيين والهاونات تنطلق من داخل الأحياء المدنية في الحديدة على الضواحي وعلى مواقع القوات الحكومية، وتنطلق أيضا باتجاه الأحياء الجنوبية في الحديدة والمديرية تحيتا التي تعتبر بحق كارثة إنسانية. هذه المديرية التي تتلقى بشكل مستمر القصف المدفعي من الحوثيين. أنا أعتقد أن موضوع الحديدة يعني كان مطبا يمنيا بامتياز، اختصر الأزمة في اليمن من جانبها السياسي وهو الجانب الأول والجانب المحوري إلى جانب إنساني، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه أيضا كان مسمارا كبيرا في عملية السلام، لأنه جزأ الحل في اليمن، جزأه بشكل مخل ومخجل، وأصبح الناس أصبحت الأمم المتحدة لا تتحدث عن الكوارث الأخرى سواء في الضالع أو في مناطق في حجة أو يعني السجون الحوثية أو المعاملات اللا إنسانية التي يتلقاها السجناء في هذه السجون أو التترس بالمدنيين، وآخرها طبعا وضع السجناء في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة دمار، وهو معروف أنه مركز تدريب للميليشيات وللطلاب للذهاب إلى المعارك. كل هذه الجوانب الإنسانية أصبحت الأمم المتحدة تغفل عنها، وللأسف الشديد تقرير مبعوث الأمين العام يخلو من هذه الجوانب، وسيحتفي في التقرير القادم بهذا الإنجاز التاريخي العظيم الذي سيصور كذلك، بينما هو جزئية بسيطة وأنا أعتقد أنها لا تساوي شيئا، لأنه قبل أن يجف حبر الاتفاق خرقه الحوثيون بعشرات الطلقات المدفعية على الأحياء في الحديدة، ضواحي الحديدة وعلى مديريات مجاورة الحديدة. طيب دكتور محمد تبقى معنا، وأعود للدكتور علي الذهب. دكتور علي، بالنظر اليوم إلى الواقع الميداني وخط المواجهات في منطقة الساحل، هل آلية الأمم المتحدة فيما يخص إعادة الانتشار في الحديدة كفيلة بمعالجة المشكلة بشكل فعلي؟ حقيقة بالنسبة للدور الأمم المتحدة هو دور إشراكي وليس دور فرض على الأطراف. إذا كان هناك نية لدى الطرفين لوقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاقات ستوكهولم يعني وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار ورفع الحصار عن تعز وتبادل الأسرى، هذه قضايا لم يتم منها يعني لم يجري تنفيذ أي أحد منها حتى الآن. وقف إطلاق النار مر بظروف صعبة جدا وشهدت خروق كثيرة لطرفي المواجهة، وإن كان الحوثيون أكثر كان الحوثيون يعني أكثر يعني خرق للهدنة، ولكنهم طبعا في كل الأحوال يحاولون كما أشرت أنهم يستفيدون من الوقت يعني كسب مزيدا من الوقت لتحقيق يعني حالة من الحشد الكبير باتجاه جبهاتهم الرئيسية في منطقة الحدود مع المملكة العربية السعودية، وهذه هي الجبهة الرئيسية لهم. الآن يحاولون بطريقة أو بأخرى مشاغلة هذه القوات، مشاغلة قوة الساحل جرهم الى 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 عمليات يعني كر وقر، تبادل اطلاق نار، يعني خروق تصل الى انه يعني يمكن بامكانهم مثلا انهم يخترقوا الى ان يصلوا الى المقهى او يخترقوا منطقه التحيته او من هذا القبيل. فانا اتصور انه من الصعب الان ان نقول ان هذه العمليات ان هذا يعني الاتفاق مجدي وانه لا يأخذ الطرفين إلى السلام وأنهم لا أتصور. الزمام المبادر الآن بيد الحوثيين، استفادوا من هذا الاتفاق كثيرا وذهبوا في القتال في جبهات رئيسة في الحدود السعودية، وسيظل الحوثيون على نمطهم في تنفيذ هذا الاتفاق بالقطارة، أو أنهم لن ينفذوا إلا باتفاق شامل، اتفاق سلام شامل قد يأتي قريبا أو بعيدا. طيب الدكتور علي تبقى معنا. الدكتور محمد جميح، إذا ما تحدثنا عن قرار اللجنة التنسيق المشتركة بنشر فرق مراقبة في 4 مواقع كخطوة أولى في الحديدة، هل هذه القرارات كافية للذهاب قدما والتفاؤل
بذلك على مسار تنفيذ اتفاق ستوكهولم فيما يخص الحديدة؟ أي أخي العزيز، أنا أعتقد أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ما يشبه النجاح في الحديدة، لأنها مرت خلال 9 أشهر بما يشبه الفضيحة لأدائها ولعملها، وطبعا ليس لديها القدرة على الضغط صحيح، لكن كان لديها القدرة على الضغط على الجانب الحكومي للذهاب إلى ستوكهولم ووقف المعركة التي لم يكن متبقيا لها إلا كيلومترات معدودة لحسم الأمور، وكانوا يتعاملون بالجانب الإنساني من أجل وقف المعركة، كما القتلى الذين قتلوا بعد هذا الاتفاق ربما كانوا أضعاف ما كان يمكن أن يسقط من قتلى لو أن المعركة استمرت وحسم الأمر. وفي الوقت ذاته كان يمكن أن تتحمل الحكومة اليمنية كل وكامل مسؤولية في الحديدة لو أن الأمر حسم، لكن الآن الأمم المتحدة تبحث عن بعد أن عجزت عن إحداث اختراق، بعد أن عجزت عن إلزام الحوثيين بالانسحاب، بعد أن مررت مسرحياتهم بالانسحاب في مجلس الأمن الدولي وعلى لسان المبعوث مارتن جريفيث، بعد كل ذلك يعني تريد، وهذا كلام مفضوح لأنه يعني في اليوم التالي للرفع مارتن جريفيث لتقريره لمجلس الأمن لأن الحوثيين انسحبوا من الصليب ومن الحديدة ومن رأس عيسى، خرج محمد علي الحوثي يقول نحن لم ننسحب. فمداواة ومعالجة لهذه الانتكاسات تريد الأمم المتحدة أن تشغلنا إعلاميا بجزئية سهلة وبسيطة وتافهة، وأعذرني على اللفظ لأنها لا تستحق كل هذا. هذا إن صمد، وهي كما يجزم الدكتور الذهب وكما يجزم كل المراقبين، لن تصمد هذه الهدنة. وهؤلاء المراقبون أصلا يعني هم لا يمتلكون أدوات الضغط. ثانيا، ليس لدى الحوثيين تحديدا النية لوقف إطلاق النار، لأنهم يعرفون أنه لن يضغط عليهم أحد في ذلك، ولأنهم محميون من أن يرفع بأسمائهم بخروقاتهم إلى مجلس الأمن، ولأنهم أيضا يرون بأن استمرار إطلاق النار يؤدي إلى مكاسب باستنزاف القوات الحكومية بمشاغلتها بتثبيت أمر واقع في الحديدة وغير ذلك من المكاسب التي يتحصلون عليها. شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح. أختم مع الدكتور علي الذهب. دكتور علي، ما هي خيارات الحكومة الشرعية في حال فشل الاتفاق وقرارات هذه اللجنة ولم تنفذ على الأرض؟ أتصور أن السلطة أو الحكومة الشرعية خيارات أنها في الوقت الراهن ضئيلة لأنها تواجه تحديات أخرى، وهذا التحدي يتمثل في الانفلات أو سحب نفوذها من مناطق المحافظة الجنوبية وعلى وجه الخصوص عدن والضالع ونجد، والتوتر القائم في محافظتي أبيان وشبوها. ربما أنه إذا تيسر للحكومة استعادة المبادرة وتملك زمامها ويعني اكتساب مزيد من نقاط القوة في هذه المناطق سيعكس نفسه على الواقع في الحديدة. هناك يعني تستطيع الحكومة عبر ممثليها في اللجان الموجودة في الساحل أن تشعر الأمين العام للأمم المتحدة بأنه مضى على الاتفاق قرابة عام، الآن نحن في الشهر التاسع، يعني في حدود يعني نتبدأ من الشهر التاسع ولم ينفذ من هذا الأمر سوى يعني وقف غير ملحوظ لإطلاق النار. مسألة انتشار القوات، إعادة انتشار القوات نشرت في الموانئ لا التفسير الذي تبناه الحوثيون للاتفاق وليس التفسير الذي تبنته الحكومة اليمنية للاتفاق إعادة الانتشار، يعني في الموانئ وتسليم الموانئ سلمها الحوثيون لأنفسهم وبإشراف دولي وبموافقة أيضا دولية على حسب هواهم وتفسيرهم. خيارة الحكومة أنه في الوقت الراهن صعبة، ولكنه في يعني بعد مرور عام وإذا تملكت أسباب القوة أعتقد أنها من حقها أن تواجه، أن تلجأ إلى خيار الحكم المسلح. وأتصور أن هذا الأمر ليس بيد الحكومة لأنها للأسف الشديد تعاني ضعفا ذاتيا، وهناك التحالف أضعفها أكثر مما هي